بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي، تقليد في البرمجة MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة إلاستيك سيرش والجزء الثاني من سيريلوج. وقلنا أن السيريلوج هو أداة أو نيوجات، يعني مكونات نيوجات التي تسمح لي بعمل أشياء كثيرة لللوج. ووصلنا إلى يعني بطبيعة الحال سنستعمل سيريلوج لتعمم إلى سيكسيرش كقاعدة بيانات لوضع جميع لوج التطبيق بداخلها. ووصلنا إلى الكونفيجريشن في الجزء الأول، ووصلنا إلى كرييت لوج، وقلنا أننا لابد من أن نعطي بعض البارامترات هنا في إلاستيك سيرش، يعني اليورال الخاص بالإلاستيك سيرش، يعني كل ما يتعلق بإلاستيك سيرش. إذا سنعطيه البارامتر الأول هو اليورال أو اليوري، نيو اليوري. سنكتب كونست هكذا، وبعد ذلك سنكتب الكود يعني بروبر عندما نضيف، عندما نكتبها في الملف الجيزون، ملف الـ app-setting. ثم نأتي باليورال الخاص بإلاستيك سيرش، بما أني ثبتها في اللوكال أوست علي وضع اللوكال أوست إذن الخاصة بإلاستيك سيرش. جيد، النيو، انتهى النيو. إذن عندي قوسين الآن سأدخل إلى الداخل وأكتب أشياء إضافية. new عندي new يري، هذا new يري سيكون هنا، وقبله سيكون new elastic search option، وهو الذي سيأخذ كبارامتر هذا اليري. عملت زوم للشاشة لذلك الكود أصبح معقد نوعا ما. إذا إلاستيك سيرش ستتطلب بارامتر هو نيو إلاستيك سيرش سينك أوبشن، وبداخله سيكون نيو إيري، وأغلق القوس. ثم أعطيه البارامترات التالية، حيث سأفعل أوتو ريجستر تمبليت إلى ترو، وأندكس فورما، وأعطيه اسم الأندكس أي اسم قاعدة البيانات التي سيكتب فيها اللوج. أوكي، وسنسميها مثلا سيري لوج هكذا، ونضيف لها مثلا environment اللي هو dev، أنا في environment develop، وتاريخ اليوم مثلا الشهر، لأن كل شهر سينشئ لي اندكس. هكذا نستعمل اللوج، يعني كل شهر عندي مجموعه من الملفات او مجموعه من البيانات في الشهر خاصه ب، يعني كل اللوج ساجمعهم في اندكس خاص يعني بالشهر الفلاني. اوكي، وبما ان نستعمل الاستيك سيرش فطبعا نكتب فقط سيري لوج، ونستطيع عمل ريكت يعني استعلامات لكل الملفات اللي تبدا بكلمه سيري لوج، لان هذه المنطقة هذه ستسمح لي عندما أعمل إطول يعني نجمة سأستطيع الوصول إلى كل الملفات سيري لوج. أوكي، أو الأندكس. جيد، لم يبقى إلا إضافة، إذا وضعنا اليري هنا، سأرفعه هذا هنا سيكون أفضل. عندي نيوري وبداخلها فعلت وأعطيته الاسم، بطبيعة الحال هذا اسم كونست، بعد ذلك سيكون ديناميكي يعني حسب الشهر أو تاريخ اليوم، تاريخ النظام، تاريخ الجهاز، تاريخ السيرفر أين سيضع إياس، يعني سيرفر إياس. وهذا أيضا حسب الانفيرونمنت سنجمعه بعد قليل، سنعمل الكود الذي سيحسب لي أوتوماتيكيا التاريخ والانفيرونمنت. جيد، سنضيف تعليمة أخرى لتفعيل أو الكتابة في الهوست الخاص بالسيري لوج.
إذن سنقول له builder ask use serilog، وهنا سيطلب مني using library الخاصة بذلك. لا يجدها في serilog، هي المفروض تكون في serilog. نعم هناك خطأ، أنا ثبت serilog الخاص ب .NET Framework وليس serilog .NET Core، سأحذف هذا. أيضا في .NET Core لا نحتاج إلى الكونسول، أوتوماتيكيا سيعرفه، سنتركه. أوكي. New get serilog. ASP.NET Core وليس serilog لوحده، بل هو خاص ب.NET Core. إذا سأثبت serilog ASP.NET Core. في الجزء الأول من الدرس أخطأت فثبت serilog لوحدها، لكن نحتاج إلى .NET Core وليس serilog العادي، ولهذا الآن سيجد use serilog. سأعمل build، انتهى الأمر، كل شيء تمام أظن ذلك، يعني هي فقط configuration كما لاحظتم. هل وضعنا شيء في الكنترولر؟ نعم، وضعنا log في الدرس السابق، كتبنا log هنا. اوكي جيد، سأنفذ التطبيق. نذهب الى ونفتح كيبانا ونشاهد ان لا ليس عندي يعني اندكس هنا كما تلاحظون، والآن قام بإضافة index اوتوماتيكيا عندما فتح هذا الموقع. إذا ضاف index كما لاحظتم بنفس الاسم الذي أنشأناه serilog dev، وسنعمل بعض اللوج. إذا سأضغط على execute عدة مرات، هكذا يكتب مجموعة من الأسطر وانتهى الأمر، لا نحتاج الآن التطبيق. إذا عندي هنا جدول، أوكي، نستطيع يعني نذهب إلى نعمل نسخ، ونذهب إلى تول ونعمل مختلف التعليمات، ديف تول، ونعمل سيرش. كما تلاحظون لست انا من عملت بوت، يعني في البدايه لم تشتغل عندي، لذلك حاولت كتبت هذا الاكواد، لكن اوتوماتيكيا من المفروض تشتغل يعني. اوكي serilog dev وعمل سيرش، عفوا get، جيد. اوكي الآن سأذهب إلى pattern index pattern وأعمل create index وأعطيه بنفس الاسم، فقط أغير هذا بإطوال وأضغط هنا وأختار timestamp وأعمل create index pattern. هنا يقول لي أن ليس لديك الصلاحيات لإنشاء الأندكس، وجدت هذا الحل، فيقول تنفذ هذه التعليمة، نفذتها ونجرب الآن، ما زالت المشكلة قائمة. أوكي سنعود إلى الكود، أنا جربت يعني ب بمتغيرة هنا، index forma اولا سناتي بالانفيرمنت،
إذا عندي environment سيأتي بالانفيرمون، ثم سأتي بالأسمبلي نيم. إذا هنا سأحتاج إلى الأسمبلي نيم، أسمبلي get name ثم name. لابد كما قلنا الاندكس في الإلاستيك سيرش لا يقبل الماجسكيل، لابد من الحروف صغيرة، لذلك هنا لاور كيس. إذا أول شيء سيكون عندي الأسمبلي، بعد ذلك سيكون عندي الانفيرونمون. إذا سأحوله إلى لاور كيس وأغير كل النقاط بمطة هكذا. والبارامتر الثالث او السترينج الثالث سيكون تاريخ اليوم بشكل التالي هكذا. جيد، اذا ماذا؟ جيد، سنعمل انتربوليشن دولار ثم هذه هي المتغير الأولى ثم المطة ثم المتغير الثانية ثم مطة أخرى والمتغير الثالثة هي تاريخ اليوم. ينقص اوكي environment هنا، والاسامبلي نيم هو نفس الاسم هنا ويب ابلكيشن 3 ثم التاريخ. اذا ستصبح لي الاندكس سيكون بهذا الاسم، كل شهر عندي اندكس باسم جديد. سننفذ هكذا ونرى كيبانا ماذا سيعمل مع هذا الاسم الجديد. اني جربته البارحة واشتغلت وضاف اندكس بهذا الاسم، يعني development وتاريخ اليوم. نذهب الى كيبانا الان. اندكس مانجر، نعمل ريفرش، وكما تلاحظون هو اكيد عندي مشكل في كيبانا. ونذهب الى الباترن، كرييت باترن، نضع اطوال هنا و تايم ستوب ونعمل كرييت. نفس المشكل، اذا ليست المشكل في الاسم بل هناك مشكل في كيبانا اظن او في الصلاحيات. سيف اندكس باتن، هي المفروض نعمل كرييت وتشتغل فيضيف لي كرييت هنا، ونستطيع بعد ذلك مراقبه اللوج وعرض الجرافيك الخاص بهذه اللوج الى اخره. سنتوقف هنا، سأبحث على حل لهذه المشكلة لأن البارحة اشتغلت بدون هذه رسالة الخطأ. لست أدري ماذا حصل لي يا كيبانا. سنواصل في درس قادم إن شاء الله أعطيكم الحل.